اكي قتل له قمرا يكان القران يكان بو عرض كدنوي سنه اما شبه كتر يعني بريتي لوي كالين الله جل جلاله لقرانا فرماني بيكر دين بس دو القران كوين طبعا دروي او دروي قصه هو القران خين بيتو بيني لتشندين شنو فرمات من بيكر دو رسول الله شكين قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله او يتبع اشكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم وان تطيعوه تهتدوا وبرسول الله فرمي وانك لتهدي الى صراط مستقيم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم يعني معنى همي بيت عليك ابيت دعاء رسول الله كيف فالذين امنوا به ونصروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله الذي يؤمن بالله وبكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون واتبعوه لعلكم تفلحون اما درويك رون واشكراك ايك جاء لهم عجائب ترى اياتك اي هنا بو انكاري كذنيا بابتايكا ببلقا اياتي سرتاي سورتي أعراف كافر من كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أو تعالى فرماني بيكر دينما دعاء كتاب بكين دعاء غيري وانا كمين إيه هل لو سورة تعالى كان دين شوينا فرمانك دعاء رسول الله بكي صلى الله عليه وسلم هل لو فرمو دعاء أنجا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وثمان ما أنزلت يا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة لسرت يا باش باس معك كسنة وحية بلى يا مجرين تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي ما أنزل إليكم من ربكم أي برورد قارم شيء بخوي بيرون كردينة ولا قرآن كافر من كتاب حكمة سنة كتاب حكمة ككتاب سنة طو وبراسي بني بوشا وشو بحي بخوي شو كحلو صورتها بخوي أجر راس كان جواب يندراوتو بتايبد لو بريا كافر من الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس آتي دعاء شهر باسي اتباعي رسول الله كآتي أو آتي شهر باسي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه يعني حاروا لو براد دو جاب دعوة كاكتو قرار لرسول الله بكتو اتباع بكي ك بس لسرت هاي سورتك يا ناوي رسول الله إنه هنا أو إيش هي ناويتي شو كأنزل إليكم اتباع سنة كشي قريتو وكتشون أو دعوة زيو كتاب وحكمة يعني كتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يزاني ويتي هم علم يقبو الله جل جلاله ويدا بزان دول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم كانت هرشي علمي رسول الله بوت صلى الله عليه وسلم هي شيبو يا الله أبو هم يدا بزين بقرآن وبسنة شو خوش يفرمي أتيت القرآن ومثله معه و أقنجي الله سبحانه وتعالى من هرم برسيارا كم لو قمرا وسلش أنا كتابك بني ربا بيغمبريكا بلي تو بسرو خلقي ابي خوين رو كتابي ان فيركا ولا همان كتابو خلقش بلي دعيتو انا كي اغنجه شتيوا شتيوا انا اغنجه يعني بلي برسول الله صلى الله عليه وسلم برو قران بو خلق بلي فيري انكو بدياري انا تطبيقي كاب يش عمل دعاي منكو هي قد دعاي انا كون شلون تطبيقي كان هل كسبوا خوي تطبيقك؟ ها سنة شيء سنة وازعين شيء وازعين سنة شيء كجي على قرآناته سنة تطبيقي قرآنا أو تطبيقي قرآنا شكي بيهو الله جل جلاله بيداو حلوك شون قرآني بيداو إيسا وانا يعني تو شيء بكي تو أصل سنة رسول الله بيني يعني تطبيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرآن وازل بيني أي بروي تطبيقي كي بقرآن هي خوان هاي سبب يبلا باشا أبين بقرآني إيش شلون قرآن تطبيقين الله ورب أبيه بلام شلون تطبيقيك يا من رسول الله بيدون شلون تطبيقك مو هي أو بجيب يعلم بوا قال حويك وقوته هو تو خمس جير بيا موش ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقي أو تطبيقي صحيح تطبيقي تو تطبيقي شياطينة هي رؤوسا جهالا هي منافق عليم اللسان نامة هي دجالون كذابون قرآن يكان وات بيت الله هرب أشكره بنا قرآن يكان بتولن على تو ما لا يشهد أن محمد رسول الله ولا بلا أشهد
شيخ كم رسول الله صلى الله عليه وسلم كخويتي باخوي قرآن بوليك بعد يا أشهد أن عقلي رسول الله عقلي خم رسول الله باخم ليك بمو بابا تقول أشهد أن محمد رسول الله بغيته أو دينك رسول الله بيروك أو قرآنك أو تطبيقك أبوي السنة خلق كبير لي قرآن والسنة وعزة عن سورة السنة شتيجي جوازة بابا السنة شتيجي جواز نية ترى أنت فهمي الصحابة شتيجي جواز نية هم تطبيق قرآن سنة خلفاء هم تطبيق قرآن هيك إلى دروي قرآن نية تاتو بلي أما تشي هنا وتانا وكواتون يوي دينك ليك يتوب خلق طا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كخوي فرمي أوتيت القرآن ومثله معه مثله باش نعلي وغيره جيقال لي مش مبيدرا ولا قال يا نعلي هذا شيء يا اخوي يعني هيد جوازين يا لقالوا لا هيد تيكا بيك دادان يا لقالوا لقى القران او يكاب يا مدرا واش قال القران يتر خوتو اما واز لي بيني وتطبيق كده كي تو بريبو كابراك هر نازاني جاري قرانك اش بجواني بخيني تو با الله قسم زورك لو انا كدانش تو المناقشه ان كردو لا قال مخوان بقراني زاني بفضل يا الله زور بيان واز يعني انا ولو منهجك الله كلا قلب دانش تو بومرون كردونا تو لا أثناي قسكردنا آياتي أنا أتوني زاني وبي خير تو كرتو قرآنية كرتو خوب قرآنية زاني أبي سو آياته وق أو دو بخيرني تو بوم كشي سالم كرتو أنا زاني بي خير تو لا دير آياته باور كسي غلط شو على غلطي كرتو غلطي فاضح كمعنى أقوله إيه سمن تيجشني ما ورجل مو تيجشني رسول الله صلى الله عليه وسلم رتك ما تشبه شريك براسي تو هاب كي تشبه شريك ضل بمجو لك سانة خوش بتش إنساني أبو براسي بيع قدار ببرا سنة تطبيق قرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناش قنجة الله جل جلاله بلا أو قرآن بنا دون برسول الله صلى الله عليه وسلم بس تطبيقه كي ختم بيجن وازا رسول الله بينه وكو تطبيقنا كنا والله بويا لقرآن زياد لصد شوينا فرماني بيك دون تطبيق بنا وكو تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم نزيكي تشل شويني بإطاعة ونزيكي تشن شويني بإتباع ونزيكي تشن شويني تري بهداية إذا بويا براسي إنسان أو ند سابل كان بحرق سي كان الله يمشي يعني أكثر ولي قريب قبول يبكى طبعا أفرمي إمامي أحمد لأصلك يا أفرمي ودلائله سنة دلائل القرآن يعني سنة جغل القرآني بوي لفظكي أو خويهر بوخي أم بابتها لخوي أقريك يا مباس يعني شيء يعني رين مونيت أكابو شو أنت تطبق كرني قرآن نكش ليك تربي غير قرآن هنا بيت مالو بمانوي توخد تطبيقك أما بابلين كوتا قمراي بنا قرآن يكان بو كهيان بو وخلق كان بيه قمراء كردو يعني خسامينش كيو لا يعني دالة سرسل